موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مقتل عنصر من قوات النظام برصاص مجهولين بين بلدتي نافعة والشجرة بريف درعا الغربي. الطيران الحربي الروسي يشن غارات جوية على محيط قاح وبلدة البرة في ريف إدلب وعلى كفر عمة غربي حلب. عضو الفريق الاستشاري لمكافحة فيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام الدكتور نبوغ العوة يؤكد ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة بمرض الفطر الأسود بشكل كبير. مقتل شخص وإصابة آخرين في السويداء جراء خلاف على دراجة مسروقة تطور إلى إطلاق الرصاص وتفجير قنبلة يدوية وفق ما ذكره موقع السويداء 24. مستشار رئيس التركي إبراهيم كالن يؤكد لنظيره الأمريكي جيك سوليفان على أن معركة تركيا ضد قسد التي تهدد أمن حدود تركيا وسلامة أراضي سوريا ستستمر بطريقة حازمة. فرق مكافحة الإرهاب التركية توقف 4 سوريين في عملية أمنية بولاية سرت جنوب شرقي البلاد بعدما تبين أنهم كانوا ينشطون في صفوف تنظيم الدولة وفق وكالة الأناضول.